لما ترك سليمان عليه السلام الخيل لله عوضه بالريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. كان له بساط مركب من أخشاب بحيث أنه يسع جميع ما يحتاج إليه من الدور المبنية والقصور والخيام والمتاع والخيول والجمال والأثقال والرجال من الإنس والجن وغيره ذلك من الحيوانات والطيور. هذا كلام ابن كثير. فإذا أراد سفرا أو مستنزها أو قتال ملك أو أعداء من أي بلاد شاء، فإذا حمل هذه الأمور المذكورة على البساط أمر الريح فدخلت تحته فارتفع، فإذا استقل بين السماء والأرض أمر الرخاء فسارت به، فإذا أراد أسرع من ذلك أمر العاصف فحملته أسرع ما يكون فوضعته في أي مكان شاء، حيث أنه كان يرتحل من أول نهاره من بيت المقدس فتغدو به الريح فتضعه بإصطاخر أي مدينة في تركيا مسيرة شهر، فيقيم هناك إلى آخر النهار ثم يروح من آخره فترده إلى بيت المقدس. سبحان الله، كأنه يصف لنا أحد الأطباق الطائرة العملاقة التي تحمل ما تحمل مثل البارجات البحرية أو ما نسمي حامل الطائرات الله أعلم. ومنه القدور الراسيات التي سخرها الله لسليمان التي كانت الجن تصنعها لسليمان عليه السلام، قدر ترسو كما ترسو السفن، تكنولوجيا وليس قدور الطعام والله أعلم. القدور الراسيات هي مدن بأكملها تحملها فيمانا، آلات تسمى فيمانا الظل، فيها أمثال السرج أي أضواء تضيء مثل هذه، سبحان الله، مثل هذه الأضواء الكاشفة التي نراها والساطعة. فصل في الصحابي الذي ربما رأى صحن طائر. تقول الرواية ومنه حديث اقرأ ابن حضير، ومعنى الحديث قوله جاء صحابي ابن حضير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كنت أقرأ البارحة القرآن، وفي رواية سورة الكهف، فإذا فوقي مثل الظلة، الظل كل ما يستظل به من حر أو مطر، ومنه قوله تعالى وأنتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل أي جسم معلق ما بين السماء والأرض بغير عمد، وذلك قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظلل طاقات فيها أمثال السرج. قال الصحابي فيها أمثال السرج تلك الظلة أي مصابيح تضيء مشتعلة تنير المكان، كما هو مشاهد بالنسبة لهذه الأجسام الطائرة التي نسمع عنها صحون طائرة وأضوائها الكاشفة والله أعلم. قال الصحابي فخشيت أن تطأ فرسي ابن يحيى، وكان نائما لأن الفرس تهول من هول تلك الظلة، فقمت إليها فعرجت أي تلك الظلة في السماء حتى ما أراها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير تلك الملائكة، فلو قرأت لا أصبحت الناس تراها ما تستتر عنهم، أو كما قال أو كما تقول الرواية والله أعلم. فصل في ذكر الآلة التي عرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جبريل إلى السماء، كيف شكلها؟ جاء في ابن كثير أول سورة الإسراء، وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو البزار في مسنده حديث سلمة بن شيبة حدثنا سعيد بن منصور حدثنا الحارث بن عبيد عن أبي عمرو الجوني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم